في هذا المساء نحضر لقاء مقابلة ما بين أكابر مخيم الشباب بمرسى بن هيدي مع الأصاغر ورانا نشوفوا هذه المقابلة الشيقة في المخيم ونشوفوا أمين هذا الجولة مع أيوب وضد مصطفى ولد سيد احمد ما ونشوفوا شكون غادي هنا. رانا في المخيم شباب بمرسى بن مهيدي ونحضروا لهاد الجوله هذه. هيا منا. هي هذا المخيم اللي رانا فيه وهنا نشوفوا هنا المطعم وهنا المقابل والمطعم هنا وهنا صراحه هذيك اليوم ها هي وايوب راه مع اللعبه خطيره ويسجل ايوب لا اضرب اعطيه هذا دقة خرجت بلي صحيح واحد يدك من بول حيتك.